جوف العلوم لنا ساطعة وآفاق فكر لنا نافعة ومنبر هدي يصوب الهدى يفيد دروسا من الجامعة يفيد دروسا من الجامعة من الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. هنالك حالتان للإنسان، أولا النظر إلى النتائج أولا، وثانيا النظر إلى المشاعر. بمعنى أن أهدافنا في الحياة على قسمين، قسم مادي عقلي والقسم الآخر يتعلق بالمشاعر والعواطف. من غير الممكن أن الإنسان لا يستفيد من المشاعر والعواطف في حياته، ولكن تبقى النتائج. ما المراد من النتائج الانفعالية واللا انفعالية؟ النتائج العقلية والمادية ما المراد منها؟ أضرب بعض الأمثلة حتى أوضح الصورة وأوضح أساس هذه الفكرة. اليوم مثلا بالامتحانات البعض يهمه المعدل، إنه أجيب معدل 95 97 98، فهذا يرتبط بكل واحد بتعاونه، كل إنسان بتفكيره بنمط تعامله. البعض من عندنا يفكر أنه أن يكون من الأوائل، البعض لا، يقول 10 من 20 هو هذا كافي. لذلك الطلبة يقول لك إحنا جايين نقضي وقت، المهم أني أنجح، النتيجة قد ما تكون ما تهمني. وأكو واحد لا، يقول لا النتيجة تهمني، أنا أريد أكون من الأوائل. وفعلا يجون البعض سيما من الطالبات، أنا من الطلبة ما أتذكر واحد قال لي هذا الدعاء، قال لي تقول لي أنه ادعي لي أن أكون من الأوائل، هذه أمنية حياتي. فإذا هذا التفكير يختلف، أكو تفكير المهم أنجح، حتى إذا حملت مادة ومادة مادتين ثلاثة وأربعة المهم أنجح، هذا اللي يهمني. ولكن البعض يفكر بتفكير آخر. هذا انطلاقة التفكير عند الإنسان هي قضية تربوية. يعني اليوم أنا لماذا هنا؟ سألتم أنفسكم لماذا أنتم هنا؟ أنت لما تجيب على هذا السؤال لماذا أنا هنا في هذا المركز العلمي والأكاديمي، راح تبني حياتك على أسس صحيحة. ولكن إذا ما تمكنت من الإجابة، مثل كثير من الشباب تشوفه طالع برا، تقول له وين طالع؟ يقول ما أدري. هو طالع برا، يعني وين رايح؟ قلنا نطلع برا نشوف. ما عنده هدفية بالحياة. الإنسان اللي ما عنده هدفية بالحياة ما تقدر هذا الإنسان توصل وياه إلى نتيجة واضحة. شوفوا الآن كلينتون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، هذا الرجل كان بالابتدائية سأل الأستاذ الطلبة والطلاب اللي عنده، قال لهم من يريد يصير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ الوحيد اللي قام بين الطلبة هو كلينتون، وقف قال أنا أريد أصير، كلهم قاموا يضحكون عليه. اليوم كثير من أفكارنا لما نذكرها في وسطنا، لأنه هذا يرتبط بوعي الإنسان، الكثير يضحك علينا أنه شنو هالفكر هذا. إما يقول له أنت عندك خيالات تعيش في الخيال، اللي اليوم قانون الجذب من القوانين المهمة في تنمية الموارد البشرية هو قانون الجذب. بمعنى احنا مو بعض الأوقات نضحك على البعض، يقول لك أنا أريد عندي أمنية أن أوصل مثلا لهذه الدرجة من المال أو من المركز أو من المنصب، الكل يضحك عليه. ولكن علماء الجذب يقولون من أهم عوامل النمو عند الإنسان هو التخيل. تتخيل أنت رئيس الوزراء، تتخيل أنت أكبر ثري، تتخيل أنت مكتشف مخترع مبدع، إنسان وصل إلى القمة. هذا الخيال بداية مهمة للتركيز في قناعاتي لمستقبلي. بالجانب السلبي إذا أقول أنا إنسان فاشل،
أنا ما عندي أمل، أنا حاولت أكثر من مرة وما قدرت، أنا تعبت، خلي أطلع، خلي أهاجر، خلي أروح، أشرد من المشكلة. هذا الجانب السلبي. وفعلا الإنسان اللي دائما يهرب من المشكلة يتصور أنه المشكلة راح تنتهي، لا، المشكلة موجودة ما راح تنتهي. هذا يرتبط بماذا؟ بمنهج التفكير. كيف تفكر؟ أقول لك من أنت. إذا أردنا أن نتكلم عن المستقبل وعن الطموح، أولا قل لي كيف تفكر. خلي أضرب مثال آخر، هذا جدا مهم، جدا مهم. شوفوا على مستوى العلاقة بين الجنسين من باب المثال. إجاني شاب أمس بالليل أو أمس العصر، إجاني شاب شرح لي مشكلته. المشكلة هذه تتعلق بنمط التفكير عندنا كلتنا، لذلك أشوف البعض يستهزئ بالآخر. لماذا؟ لأن يتصور أنه هذا تفكيره خاطئ، يستهزئ بهذا، يستهزئ بذاك، ينقل إلى فكرة هو يتصور أن فكرته صحيحة والآخرين فكرتهم غير صحيحة. يقول قلت إلى أهلي أريد بنية، خطبوا لي بنية. أهلي قالوا لي البنت الفلانية، البنية هذه وين تداوم؟ تداوم بالجامعة. فأختي خبرتها أنه أخويا يريد يتقدم لك، بس يريد يتعرف عليك في البداية، ما في إشكال. يعني اليوم ماكو واحد يتزوج عمياوي، وإذا تصور أن تتزوج عمياوي يعني أنت دمرت حياتك. زين شيخنا شنو الحل؟ يعني نسوي علاقة 4 سنوات؟ لا لا، مو هذا. اليوم شاب يتقدم إلى بنت، هاي الطريقة اللي معهودة، لازم يقعد معاها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة في بيتهم، لازم يتعرف عليها، لازم يشوفها، أفكارها، كل أمور حياتهم لازم يتكلمون مع بعض، لازم يتعرف عليها. هسه يقول يعني بمرتين ثلاثة راح يتعرف عليها؟ نعم، إذا يكون ذكي من نمط الكلام وأسلوب الكلام، منهج التفكير عدها، راح تعرف شخصيتها. هل أنت تقدر هذه تكون فعلا هي زوجة لك أم لا؟ وهي أيضا بنفس الدرجة. يقول التقيت بها بالكلية، قلت لها أنا فلان وأختي كلمتك، قالت إيه نعم ما يخالف. يقول صار كلام بيناتنا، شفت البنية، اسمعوا زين، شفت البنت تحب أنه أعطيها كلمات حبيات، أنا أحبك، أنت حبيبتي، أنا ما أفكر بغيرك، هالكلام الشباب اللي هم أساتذة بي، هذا الكلام الحلو. فيقول أنا شفتها، شوف، يقول شفتها أكو واحدة إذا تقول لها أنا حبيتك تقول لك شوك تحبيتني، أنت شوك تعرفني، أنت شلون تعرفني حتى تحبني؟ شوف شوف، يعني هذا السؤال، هذا البنت الذكية. هي بعض الأوقات ذكاء، بعض الأوقات عفوا غباء. الغباء إيش وقت يصير؟ لما يقول أنا حبيتش من أول نظرة، فلازم تعرف أنه هذا حب كاذب مو حقيقي من أول نظرة، يعني مو حب واقعي. الحب الواقعي مو يروح بنظرة ويجيب نظرة، مو حب حقيقي هذا. فالبنت كأنها متعطشة، أنا قاعدة في أسرة، أعيش في أسرة أبويا ما يعطيني محبة كبقية الأسر، يعني 99% ونص، هذا نص ما نخليه، عوائلنا ماكو محبة فيها وماكو مشاعر فيها وماكو حنان. اليوم نادر يجي أبوك مش بنته يحتضنها يحضنها ويقبلها ويسوي لها عيد ميلاد، نادر نادر. اليوم أم تطي إلى بيتها حنان، نادر من الأخوة ياخذ إيد أخته ويوديها للسوق في عيد ميلادها أو يجيب لها هدية مثلا أو يعطيها محبة وحنان. هو الأخ يكون هو الأب والأم والزوج والصديق والحبيب إلى أخته. منو من الأخوة هكذا؟ أتحدى واحد أخوة الآن يقول لي أنا صديق جدا جدا مع أختي، بدل ما أختي تروح تتكلم لغيري لا تتكلم إلي. اليوم الأخوة عدنا رفعت إيد والصياح والعركة مع الأسف. زين الكلام هذا أنه هذا البيت اللي أنا نشأت به ما بي مشاعر، ما بي أحاسيس، ما بي عاطفة، يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني عندي جوع عاطفي أدور هذا الجوع في أي مكان،
في أي مكان أنا أدوره. يعني البنية اللي تريد هالكلمة الحلوة وطبيعي هي العاطفة، مركز العاطفة عند المرأة عند الأنثى. فلما نشوف عندك أنت كشاب ما عندك هذا الجوع العاطفي، تحتاجه بس مو مثلها، لأنه هي عاطفتها انتبهوا لازم تعطي عاطفة لأمها والأبوها والأخوها والزوجها والأولادها، إيش قد عاطفة لازم تكون. بس ما حد ما يقول أنه الشاب اليوم لازم يعطي عاطفة إلى أبوه، ما حد ما يقول هالكلام، ولا أبوه ما ينتظر من عندك تعطي عاطفة ولا هو جيد، ولا الأم تنتظر من عندك تعطيها عاطفة، ولكن البنت مركز العاطفة. زين إذا هذا المركز صار بإشكالية، إشكالية هذا مركز العاطفة، تشعر بجوع عاطفي، تدور بأي مكان، تدور بأي مكان. والبنت شنو مشكلتها؟ بمقدار ما أن الله أعطى لها نعمة كبيرة اسمها العاطفة والمشاعر والأحاسيس، بمقدار ما أنها إذا أعطاها أحد هذه المشاعر تعطيه كل شيء. وهذا الخطر في الأنثى. بنات حواء مشكلة هذه، يثقون بالإنسان مباشرة، يعني يوم يومين ثلاثة كلش كلش طولت أسبوع تعطيه كل شيء، وهذا خطأ كبير، هذا اللي يدمر حياتها. لذلك هذه يقول أرد أوصل إلها، شلون أوصل ما قاعد أوصل. فهي قالت لي يقول شفتها تحب حبيات، أعطيتها حبيات صار تعلق بيني وبينها. مرت أيام قالت لي أنا أسألك سؤال كون صريح معاي، أنت اختاريتني ولا أهلك؟ قلت لها ليش هذا السؤال؟ أريد أقول لكم نمط التفكير شلون يصير. قالت لي إذا أهلك مختاريني فإذا هذه حياتنا ما تفيد، ولكن إذا أنت مختارني. قلت لها ليش هذا السؤال؟ قالت مو أنا أسأل صديقاتي تقول لازم هو الحب ما يبدأ بالعقل يبدأ بالقلب. هذه نقطة جدا خطرة، جدا خطرة. بمعنى إذا أعطيت المجال إلى قلبك أن يختار، يعني بداية الانزلاق، بداية المشكلات الأسرية، بداية الدمار في الوسط العائلي والأسري، هذا معناته. ملتفتين ولا شنو أقول؟ الاختيار إذا كان من القلب هي مشكلة كبيرة عندنا. هذه اختيار القلب مشكلة، هي تتصور أن الصح هو اختيار القلب، لا، الصح اختيار العقل ثم اختيار القلب، يعني الحب يأتي بعد ذلك بعد العقل. هذا إذا قدرنا نتجاوز هذه المرحلة الصعبة جدا احنا اليوم بخير وعافية. يعني اليوم فشنو صار؟ يقول انا قلت لها، يقول من كثر ما قلت لي انه اهلك مختاريني، يقول صرت اشك بنفسي ما ادري انا اختارتها ولا أهلها اختاروني، من اختارني أنا؟ أنا صرت أشك بنفسي. يقول لما صرت أشك بهذه الطريقة، يقول قلت لها إيه نعم أنا أهلي اختاروك، اختاروك أهلي. يقول لما سمعت هذا الكلام قال هذا فراق من بيني وبينك مع السلامة، كل ما حاولت أوصل إلى انقطع. قالت أنت اختارتني بعقلك مو بقلبك وأنا ما أريدك. يقول قلت لها اختاريتك بعقلي ولكن الآن قلبي يحبك، وهذا الصح، أن بعد اختيار العقل القلب يحبها ولكن انقطع كل شيء. احنا اليوم مشاكلنا وازماتنا مثل هذا الثعلب ومثل هذا الجمل، ثعلب وجمل واقفين يم بعض، هذا من جهة من النهر وهذا الجهة الثانية. الثعلب يسأل الجمل يقول له الماء عمق لي وين يوصل؟ يقول له يوصل الى ركبتي، عمق الماء يوصل لي وين؟ الى ركبتي. الثعلب طب بالماء، طب إلى الماء فراد يغرق، إلى أن دور مكان إلى صخرة إلى أن نجى نفسه. قال له شلون تقول للركبة؟ قال له إيه نعم ركبتي مو ركبتك، ركبتي مو ركبتك. إحنا اليوم كثير من الحلول ننظر إلى الآخرين، هذا الحل يناسبها ويناسبه، ولكن مو معنى هذا الحل يناسبني. نعم إحنا بشر، ولكن كل واحد عنده بيئة، كل واحد عنده جو اجتماعي يختص به. الآن أريد أصل إلى نقطة مهمة، أنتم الشباب، وكلمة الشباب أخص بها الجنسين. اليوم الشباب كلكم لكم طموح، ولكن ما هو هذا مستوى الطموح؟ أساس التفكير اليومي والاجتماعي بالنسبة لنا واصل لأي مرحلة؟ هل هنالك
أسس علمية وتعليمية أم لا؟ يعني ماذا؟ يعني اليوم الكثير من عدنا مثلا إذا بنت جامعية المفروض المستوى التعليمي عندها مرتفع، الطالب الجامعي المفروض المستوى التعليمي عنده مرتفع، ولكن إذا طالب جامعي بعد 16 سنة، طبعا أنت يمكن 6 سنوات دكتور، هنا 4 كلية الصيدلة 5، يعني 17 سنة من الدراسة من الابتدائية إلى التخرج 17 سنة. سؤال، هل هذا المستوى التعليمي عند الطالب الجامعي لما يريد أن يتخرج، أسأل هذا السؤال، كيف يتخرج؟ سامعين بالحفلات التنكرية؟ شفتوا هالسنة صور الحفلات التنكرية؟ بالله عليكم شاب يسوي شكله مثل عبدة الشيطان، شاب يسوي نفسه مثل مصاصين الدماء، وشاب كان مش الممية ودا يمص بالممية. هسه هذا والممية ما يخالف شوية زين، أو بنت جامعية سوي شكلها مثل كلبة وتخلي لها مثل شنبات زين وسلسلة في رقبتها ويجروها، شو نسموه هذا؟ هذا تطور علمي؟ شو نسموه هذا؟ يعني الطالب الجامعي، اسمعني أيها الشاب، الطالب الجامعي 17 سنة يدرس في الصيدلة وفي الطب 18 سنة وفي بقية الجامعات 16 سنة لكي يقول أنا أتخرج أكاديميا وعلميا من مصاصي الدماء ولا شنو؟ أو لا، بس أنتوا شايفين الصور، أكو صورة قبل يوم نشروها، أصلا أخجل أقولها، أخجل أقولها، والله أقولها أخجل. يعني معقولة وصل بينا المستوى هذا؟ شو يسموه؟ شو يسموه هذا؟ أنت الآن تسوي حفلة تخرج، سوي ما يخالف، أنا وياك سوي حفلة تخرج، أطلق صورة جماعية، ومن حقك تبتهج وتفرح، ولكن أكو أسس عقلية. يعني أنتوا شايفين طالب جامعي، صورة عندي موجودة الآن، عندي موجودة، طالب جامعي يلبس ملابس حيوان زين وعنده قرون، حيوان كامل، شنو عندنا عقدة نفسية؟ شنو المشكلة؟ هذا نمط التفكير. تتصور هذا راح يكون رئيس وزراء باكر؟ سؤال، هذا راح يكون رئيس وزراء؟ هذا باكر راح يكون عضو برلماني؟ هذا الشاب الجامعي اللي يفكر بهذه الطريقة بكرة هل يتمكن أن يكون قياديا لهذا المجتمع أم لا؟ اليوم أسألكم سؤال، رئاسة الوزراء، الوزراء من هم؟ هو من عندكم أنتم، أنتم رئاسة الوزراء، أنتم البرلمان، أنتم قادة البلد. إذا قادة البلد بهذا المستوى من التفكير، شنو أقدر أقول أنا؟ سؤال، هذا طموحي للمستقبل فعلا؟ فعلا اليوم إحنا كشباب، احنا كبنات، طبعا هذا مجتمعنا بمشكلة. اليوم البنت لما تتخرج، وين تتخرج دكتور؟ البنت الجامعية لما تتخرج في مجتمعنا وين تتخرج؟ اليوم الى المطبخ، وهذا من عدم الوعي اللي موجود، في حال انه هذه الكفاءات العلمية مجتمعاتنا ذكورية. واذا شوية تتكلم على ان المرأة لها دور، يقول يا بنت تدافعون عن المرأة، اي هذه كائن. وبالعكس المرأة في مجال عملها أكثر تطورا من الرجل، جربوا أنتوا هذه في الدوائر شوفوا، المرأة قدراتها الفكرية أكثر من المرأة، أكثر من الرجل، حتى الذكاء عندها أكثر من الرجل. تعال اليوم نعالج هذه مشكلتنا الحقيقية، مشكلتنا الحقيقية تتعلق بنا جميعا، شلون أقدر أبني أسس مستقبلية وأتمكن أعالج هذه المشكلة الموجودة. انتبهوا عندي اليوم كل إنسان عنده أزمة، يمكن ما متخذ قرار. سؤال، من يتخذ قرار؟ أنا اليوم بنت، هل صديقتي تؤثر على قراري في المستقبل أم لا؟ نعم تؤثر. أنا كشاب، هل صديقي الشاب يؤثر على قراري في المستقبل أم لا؟ أنت الشاب وأنت البنت، أكو جانب مهم في حياتنا، حياتنا بس هو الظاهر بس، يعني أنا أهتم بشكلي ما يخالف أهتم، تريد تسوي قصة سوي قصة حلوة، بعش تريد تخلي جل خلي جل، بعش تريد
تلبس أناقة إيه البس بأناقة مي خالف، ولكن مو تلبس بنطلون ما بكمر ما تقدر إذا وقع القلم من عندك ما تقدر تشيله من القاع، مو هذا تلبسه. ملتفت لي ولا لا؟ إحنا كلامنا هذا إنه اليوم مستقبلي كيف أعينه؟ أولا راح أعطيه خطوات ومهارات عملية، هذه المهارات تعمل بها تنجح. تروح اليوم للدكتور يعطيك دواء، الدواء رحت للصيدلية اشتريت الدواء واستعملته راح ينفعك، ولكن إذا أخذت الراشيتة هذه وما استعملت الدواء ما راح تطيب. أنا راح أعطيكم مهارات عملية، هذه المهارات تعيد أسس التفكير عندكم. شوف عندنا احنا قضية سنتو صيدلة، علم التنمية البشرية عنده مشكلة ويا علم النفس. ليش؟ فرويد يقول أن شخصية الإنسان تبنى الخمس سنوات الأولى من حياته، يعني من يوم ولادته إلى خمس سنوات تبنى شخصيته، صحيح؟ ولكن هذول علماء النفس إذا يريدون يحللون أي شغلة يقول لك هذه أرجع إلى نفسيته، وفعلا هذا صحيح. علماء التنمية شي يقول؟ يقول لك أعمل ديليت الماضي كله عوفه، يقول قبل كنا هيتشي، يقول لا تقول هيتشي، أبويا كان هيتشي سو، لا تقوله، أي شيء بلسانك سلبي لا تقوله. يعني مثلا أنا بارحة بالبيت صار عندي مشكلة في البيت، لما أجل الجامعة ما أذكر مشكلتي اللي بالبيت. ملتفت يعني ماذا؟ يعني اليوم عندك هذا كلاس ماي ينقل، يقول لك أستاذ، قال للطلبة اللي عنده قال لهم هذا كلاس الماي ايش قد وزنه إذا أحمله؟ واحد قال له 100 غرام، واحد قال 200 غرام، واحد قال قال لا لا مو هذا، مو هذا السؤال. السؤال ايش قد تقدر تحمل هذا الكلاس؟ خفيف هو ترى مو ثقيل، خفيف، ولكن هذا الكلاس احمله 15 ثانية يحس الإنسان بتعب؟ لا، دقيقة ماكو تعب، 10 دقائق شوية، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة ما تحمل. إذا حملت بإيدي 7-8 ساعات يأخذوني للمستشفى. وين المشكلة؟ المشكلة لو كانت لي مشاكل حياتية في بيتي أحمل هذه المشكلة وياي، نفس المشكلة هاي، حتى إذا كانت صغيرة. أجي أنا للجامعة قال بشنو يابي شنو صاير اليوم؟ أبوي تعارك وياي اليوم، أبوي تعارك ويا أمي اليوم، أخويا سواله مشكلة وياي اليوم، صارت لنا هذه القضية اليوم، صار كذا وكذا. مشاكل البيت أشيلها من البيت أجيبها للجامعة أحملها وياي، وأرجع من الجامعة وين؟ للبيت شايلها وياي. أتكلم مع صديقي بالشات أقول له عندي هاي المشكلة، أشوف ابن عمي هذه المشكلة، أروح إلى المول أتكلم بالمشكلة، كل مكان أعيش المشكلة، أرد أنام أفكر بالمشكلة. لذلك هذا كلامي، أنه لما أحمل المشكلة كل مكان معايش يصير مثل هذا الإنسان اللي حمل كوب الماء، إذا يحمله 7-8 ساعات ودوا للمستشفى. هذا خفيف، المشكلة ولو كانت صغيرة وغير مهمة، ولكن لما أتنقل بها من مكان إلى مكان شو تسوي؟ تهدم حالي. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الهم يهدم البدن. شوف لما قاعد يقول شنو هذا؟ هذا هم، هم، هذا الهم جسمك كله كيانك كله يهده. شايف الجبل؟ شايف الجبل لما ينهد؟ شايف العمارات يخلون تي تحتها ويفجروها؟ شايفين شلون مبنى كامل ينهد؟ أنت كإنسان إذا تكمش مشكلتك وتحكي بيها كل مكان ينهد. يعني شنو؟ أريد أتكلم عن العقل الباطن شوي شوي، ركزوا معاي. شوفوا الآن عندي مشكلة صارت بالكلية، لما أرجع على البيت المفروض ما أحكي إلى أمي، خصوصا البنات، ولا أحكيها إلى أخوي ولا إلى أختي. مشكلة الكلية خليها بالكلية، ولا أقعد بالدردشة وأتكلم مع صديقاتي أبدا. مشكلة الكلية شلون يصير؟ يعني يصير أول مرة أجرب صعب، ثاني مرة شوية، ثالث مرة 5-6 أيام 10 أيام أنا تجاوزت مشكلة كبيرة. مشكلتي اللي بالكلية ما أنقلها بالبيت، مشكلتي بالبيت مو عندي مشكلة، ما أجي الكلية قالوا بشمي يا بخير شكوخ إن شاء الله ماكو شيء،
يقول لا اليوم صارت مشكلة، لا لا أبدا. المؤمن همه في حزنه وبشره في وجهه، أجي كأنه ماكو شيء. هسه بعض جماعتنا هم مشكلة، إذا واحد يسولف يضحك يقول له عمي أنت شكو على قلبك، المشاكل كلها يمنع. لا مو هيك شيء، لا 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 مو هذا. أنا اليوم أقرر الآن، اليوم اليوم هذا أول يوم، اليوم صارت لك شغلة سلبية لا سمح الله، أرجع للبيت ما أكلم أحد بيها. وإذا صارت مشكلة بالبيت أجل الجامعة ما أتكلم بيها أبدا. ابدأوا، هذه أول خطوة لعدم حمل المشاكل من مكان إلى آخر. أنت راح شوية شوية هذه مهارة، قلت هذه مهارة يحتاج تمرين. لا تقول لي أول مرة أنا فشلت، يوم يومين صبرت وبعدين ما قدرت. تقدر أنت تتمكن. أولا مشاكلنا لنحملها من مكان لمكان. ليش؟ إذا حملت مشاكلك وصرت تتكلم بالسلبيات ما تقدر يكون عندك طموح ومستقبل أبدا. راح تنشغل كل حياتك بالصراعات بالمشاكل. إيش وقت تفكر للمستقبل؟ ماكو. إيش وقت تفكر أن تكون مبدعا؟ هسه مثلا الأطفال شلون تدرون على مناهجنا التعليمية مدمرة. احنا أسألكم سؤال، سؤالين. سؤال الأول، ليش ما عد مبدعين ومكتشفين ومخترعين إلا نادرا؟ ليش؟ شنو السبب؟ تدرون؟ لأنه من أيام الطفولة المعلم يضرب بالولد هذا، هو الأب يقول له جقد ما تريد تكتلة أكتلة، يعني جقد ما تريد تدمر مستقبل أدمره ضربة واحدة. لذلك الإسلام يقول إذا الوجه أحمر صار إلى دية، إذا صار أزرق إلى دية، إذا أسود له دية. كل ذهب، كل مثاقل ذهب. حتى الأم ما تقدر تضرب ولدها، الزوج ما يقدر يضرب زوجته إلا بالمسواك. شايف المسواك هذا؟ هذا المسواك، يعني ما يصير. يقول يا بس واحد شلون يضربها بالمسواك؟ ما يصير تضربها أصلا. ولكن احنا اليوم الطفل هذا، تدرون اليوم ليش الشباب والبنات يفشلون في حياتهم الزوجية؟ تصور اليوم الزيجات اللي موجودة، إيش قد زيجات هي ناجحة؟ إيش قد مو أول أسبوع أول شهر، هذا كله دبس وعسل، هذا منتهي من عدها. لا بعد 3 أشهر وأربعة أشهر طالبة من هنا هالمحافظة اللي تقول لي، تقول تزوجت واحد عن حب، يقول شهر ما صار، شهر ما صار وأنا حامل، يقول ضربني ضرب ضرب إلى أن كدت أن أموت تحت يده. شنو هذا؟ شنو هذا؟ ليش اليوم المرأة تتزوج وبيها ألم ما تشعر بالسعادة؟ ليش اليوم الأكثر الزيجات فاشلة؟ أنا أسمي الزواج اليوم مجازفة. تعرف ليش؟ لأنه العقد النفسية من أيام الطفولة موجودة عندنا، لما نكبر تكبر ويانا، تصطدم العقد النفسية ببعض. من شنو هذه؟ الأب يستهزئ بابنه، طفل يقول لا هذا ابني، لا مو كيفك أنت، ابنك مو تستهزئ بي، ابنك مو تهينه. اليوم أكو أبو ما يهين ابنك قدام الآخرين، ما يكتله قدام الآخرين، ما يستهزئ بي. جيبوا لي اليوم أخو يستهزئ بأخوه. تدرون إيش قد عقد نفسية عدنا إحنا اليوم؟ تدرون إيش قد عدنا مناهج خاطئة؟ خل أقول لكم هذه رواية عن رسول الله حتى تعرفون مشكلتنا وين، وليش إحنا قاعد نكبر وتكبر أزماتنا ويانا. ليش؟ شنو السبب؟ ليش كل 10,000 وعشرين ألف يطلع عنا واحد شاب والله هذا عنده قدرة إبداعية خلاقة؟ ليش ماكو عند الآخرين؟ رسول الله تأتي إليه أم أيمن بيدها طفل، يا رسول الله، أخذ الرسول الطفل من عدها يمكن سامعيها، فتبول على ثياب رسول الله. أم أيمن جذبته، الرواية تقول جذبته ما ضربته، جرته بسرعة. قال رسول الله ماذا صنعتي؟ قالت يا رسول الله تبول على ثيابك. قال إراقة يزيدها الماء، إراقة يزيلها الماء، ولكن جعلت على قلبه غشاوة لن تزول أبدا. هذه جرة واحدة، كم كتلة وكم قرصة وكم ضربة، كم غشاوة، كم ساطور، كم جدار، إيش قد احنا هذه القلوب مدمريها. لذلك ما يظهر. أنا سألت أستاذ في البحرين فرج الله عنه، هذا الأستاذ قال شيخنا أنا إجوا عندي قرابة 1000 حالة، 1000 حالة ترى مو واحدة واثنين، 1000 حالة من المشاكل الزوجية. قلت له اعطيني كلام ما سامعه.
قال لي كل الحالات ترتبط بالعقد من أيام الطفولة. هسه احنا اليوم نريد نعالج هذه العقد. هسه واحد يقول لي يا با أنا حياتي كلها هج، وواحدة تقول أنا حياتي كلها هج، شلون نعالجه؟ شلون نعالجه؟ طونا علاج. العلاج، العلاج أولا أكو قوة سلبية موجودة في جسم الإنسان. شنو هذه القوة الكهربائية السلبية؟ يقولون لازم تمشي على التراب حافيا. هذه القوة السلبية الشحنات الكهربائية الموجودة في جسم الإنسان تسحب، صحيح؟ واحد. اثنين، السجود على التراب شحنات كهربائية سلبية إذا موجودة في رأسك، هذا السجود على التربة والتراب يسحبها أيضا. اثنين. ثلاثة، الملح الخشن، مو هذا ملح الأكل، يسموه ملح بحري، اسألوا العطارين، هذول العطارين عندهم الملح الخشن البحري، إذا تأخذ كمية من عنده وتمسح على جسمك، هذا أيضا يخرج الطاقة السلبية. أربعة، ألا تذكر بلسانك أي حقيقة سلبية. من اليوم أنت اليوم مثلا رسبت في مادة، فشلت في مشروع، في أي برنامج، لا تقول كلمة أنا فاشل، لا تقول أنا إنسان غير موفق، لا تقول أنا إنسان محبط، نفسيتي تعبانة. أي كلمة تقولها بلسانك، العقل الباطن وبعد منه اللاوعي، مشكلة كبيرة اللاوعي. تدري شنو يعني اللاوعي؟ يعني شوف أفلام هوليود، يشوف أفلام رعب، تتصور أنت عادي مو؟ هسه بعض يشوفون أفلام رعب وكامشين اللي بصفهم، هو فيلم يخاف منه. تدري هذا الفيلم الرعب شو يسوي بيك؟ هذا يدمر نفسيتك، هذا يزرع الخوف والتوتر والكآبة والأذية عندك. لذلك أنت قاعد مرة واحدة تشوف أنت كئيب، شنو السبب؟ ما تدري، ما تعرف السبب من وين، السبب هو نفسك أنت. فإذا الأمر الثالث، لا تذكر بلسانك كلمة سلبية أبدا. لا تقول أنا إنسان فاشل، لا تقول أنا محبط، نفسيتي تعبانة اليوم، ما عندي خلق أحد، أي كلمة تقولها مكانها يسجل وين؟ باللاوعي. تدرون اللاوعي وين؟ من يقدر يعين مكان اللاوعي؟ تدرون وين؟ ما حد ما يقدر يعينه، يعني في داخلك فد مكان، هذا هارد ديسك يخزن المعلومات، حتى المعلومة اللي انت ما تريدها. مرت بمكان شوف الشغلة ما اهتميت بيها، مو انت شو تقول؟ تقول ما حفظتها، مو شغلة مهمة، هو سجلها، هذه داتا موجودة بالميموري، هذا بالهارد ديسك، كل معلومة كل نظرة. تصور انت اليوم اذا شفت فيلم لا اخلاقي، صحيح؟ انت تقول شفت فيلم ان شاء الله شفناه وراحت، لا ما راحت، سجل كله عندك بالهارد ديسك هذا. اي حركة تسويها غير اخلاقية، اي كلمة، مو يقول لك بين الاحباب، الشباب بين الاحباب تسقط الاداب، لا، بين الاحباب تكثر الاداب. والله هذا صديقي لا سمح الله اقول له ابن الفلان وابن الفلانة، ليش؟ وين كان صديقك؟ شباب، ليش احنا لساننا لازم يكون بذيء؟ انا استغرب من بعض الشباب وطلبة الجامعة، اللي انت الطالب الجامعي انا انظر اليك باكبار، انت انسان قيادي، انت راح تقود مجتمع، لا تقول احنا شباب بيناتنا نحكي بكيفنا، لا لا تحكي، هذا يأثر عليك، لا تجيب هذه الكلمة البذيئة. إذن أي كلمة، هذا الأمر الرابع، أي كلمة بذيئة لا تتلفظ بيها، لأن العقل الواعي داخل واحد، العقل الباطن يأخذ كلمة من عندك ويطبقها على جسمك. تدري يعني شنو؟ يعني إذا قلت أنا إنسان ناجح، هاي النقطة الخامسة، إذا قلت أنا إنسان ناجح فعلا ستعين لنفسك النجاح. هذا شلون يصير؟ هذا بمرور الأيام. هسه بعض الشباب يقول أنا بالامتحانات يصير عندي إخفاق، ليش؟ راح أقول لك شغلة، كنت قسم داخلي، ما أقول أي جامعة، هذا كل مكان موجود نفس الشيء. إجاني طالب في إحدى الكليات قال إحنا 70 واحد في قسم، زين 70 واحد 10 نجحوا و60 رسبوا، هذه كارثة، هذا إحصاء خطير. ليش؟ شباب القسم الداخلي يسمعوني يقول لي انه احنا ايام الدراسه صرنا نقرا، واذا واحد راد يقرا
كل الشباب يضحكون عليه. صحيح هذا الكلام يا سمعة؟ ليش يضحكون عليه؟ سؤال ليش؟ يقول له عمي سوكتها، شو عندك تقرأ أنت؟ بدال ما يشجعه يقول له اقرأ، هذه الحافظة تموت، مو تموت، تضعف تضعف، تجي مرة واحدة أنت مثل إنسان عطشان صار له يوم يومين مو شارب ماي، مرة واحدة يرد يشرب 20 قلاص، شو يصير بهذا الإنسان؟ حافظتك تموتها، الآن بالامتحانات مرة واحدة ضغط عليها 8 ساعات باليوم ما تتحمل، ما تعطيك، تحفظ المادة وقدامك صديقك ترد له الكلام كامل بعد ساعة تنساه. ليش؟ سيارة نيمها 6 أشهر لا تشغلها، بعدين شغلها وامشي 180 بيها، شو يصير؟ نفس النتيجة. مرتفتين شنو المشكلة الآن؟ فإذا أنت حافظتك شنو الحل إلها؟ الحافظة أنه يوميا تعطي مادة بسيطة إلى الحافظة، تعطيها قوة، تعطيها طاقة، تشتغل معاك. اليوم تفكيرك لازم دائما يكون عندك طموح، طموح كبير. شوف إنسان سلبي لا تحكي وياه، إنسان سلبي لا تتكلم وياه، لأن السلبيين دائما يثبطون العزيمة، دائما أعمل لك إحباط. اتكلم مع إنسان يشد على عزيمتك، يقول لك تعال نقرأ سوا، تعال نطالع سوا، تعال نتعب سوا. احنا قرأنا بالابتدائية شنو؟ من جد وجد ومن زرع حصد. اليوم انت شنو تزرع لنفسك؟ بالامتحانات تجني ذلك الشيء. لذلك اذا عدنا اليوم طموح لازم ازرع هذا الطموح. شلون ازرعه؟ بالاستفادة. هاي النقطة السادسة، الاستفادة. الواحد يقول لي وين الحل؟ هذه الحلول اقول لك اياها. النقطة السادسة انه لازم يكون عندي وسائل متعددة. هذه الوسائل المتعددة وهو تجديد افكاري، لا يكون تقعد على فكرة وتقول فكرتها صحيحة والبقية غلط. يا اخي عرض نفسك للنقد، يمكن تخطأ، يمكن انا اخطأ. نعم القرآن لا يخطأ، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، هذا انتهينا. المعصومين والأئمة والأنبياء ما يخطئون، بس أنا وأنت نخطأ. يعني يوم من الأيام إذا واحد يقول لي عندي ملاحظة على هذه الفكرة لازم تتقبلها. لازم اليوم اسمعوا شباب، كل قناعاتكم، هذا لكل الطلبة والطالبات، كل قناعاتكم أدخلوها تحت المجهر، عرضوها إلى النقد، قد تكون غير صحيحة. لا تقول أن تقفل حسب تعبير العراقيين، لا تقفل على شغلة أن هذا صحيح وانتهى كل شيء، لا مو صحيح. يمكن هذه الفكرة والنتيجة اللي أنت واصل إلها نتيجة غير صحيحة، من يقول صحيح؟ هذا اللي اليوم إذا قدرت تصير جريء وتنتقد نفسك، تدري يعني شو الانتقاد؟ يعني أنك تارة تنتقد الإنسان قدام الآخرين، لا مرفوض. ولكن إذا شفت واحد عنده سلوك خاطئ لا تقول له قدام الكل سلوكك خاطئ، روح بينك وبينك قول هاي الكلمة. لذلك إذا شفت أنت واحد مكبل ويا وحدة تقدر تشهرهم؟ لا. تقدر تخبر أهل البنية؟ لا. مو هذه بتعمي وإذا بتعمك، مو هذه جيراننا وإذا جيران، أنت شو عليك؟ لا شنو شو علي؟ شنو توصي أنت ولي أنت شو عليك بهم؟ هذا غلط صحيح؟ روح إلى البنية كلمها مباشرة، بنت العالم لا تجرحها قدام الآخرين، يمكن البنية هذه انخدعت قشمرت ببساطة لطيبتها، انت خموت روح تقضي عليها تشهر بها قدام الناس. هاي نقطة واحدة. اذا انا ارتكبت خطأ في حياتي اقدر اعترف به للآخرين؟ لا، هاي غير شغلة. اذا واحد خطب وحدة قالت لها اقول لك انت حاب من قبل ولا لا، قل لها لا، حتى اذا كان عندك علاقة تقول كذب، لانك اذا قلت لها اي الى اخر يوم حياتك تدمرك. هاي يقولك من هي؟ شو اسمها؟ وين كانت؟ شنو عمي هذا؟ شغله صارت وانتهت، ما تعوفك اول اذا عرفتها. مرت من يم بيتهم تقول له اي انا ادري ايش مرت من هناك، يمكن يشوفها واقفه. عمي والله ما له علاقه ان شاء الله بيه، عمي شغله صارت هيك عفويه وانتهت. لا ما مو هذه امك قالت لي هاي مسميها باسمك وانت كنت هواي وياها وما ادري شنو صار. عمي صار شغله راحت انتهت، ماكو تشل بيك تشلبه ما تعوفك ابدا. فلذلك اذا كان عندك علاقه خاطئه من قبل لا تعترف لها. واحد
وبالمقابل أنت لو كان لا سمح الله لك علاقة من قبل لا تعترفي له أبدا، لأنه إذا قلتي له هذا الشيء هذا راح يبقى بعقله مثل ما هي بعقله. يعني اليوم الرجل يطلع ويا خطيبته للسوق مثلا، طالع للسوق هو الرجال مثلا يباوع منها يباوع منها، تقول له ها ما تباوع عم إذا باوع الملابس السوق هذا، يقول لا دا تباوع هاي وباوع ديشة، تنتبه عليك زين ترى أنت ما تنتبه، بس هي لا تباوع السوق كلش ما تباوع، تباوعك إلك وين تباوع أنت، كن دقيق. اليوم لازم الإنسان أقول مرة أخرى لا يجوز تشهير الآخرين ولو خطأ، ولو خطأ مو من حقك تذكر أخطاء الآخرين، أخطائك أنت لا يمكنك ذكرها عند الآخرين، انتهى راح خلي يولي الماضي، الماضي اتركه ابدأ حياة جديدة. دائما نحاول أن ننقد أنفسنا ونكون لأنفسنا حياة جديدة. ابتعدوا عن التذمر شباب، اسمعوني جيدا، لا تقعد تقول يا رأيت أبويا كان مثل أبوك، إذا كان عندي واسطة، إذا وضعي كان كذا، كان وضعي ما واصل لهاي المرحلة، عم من يالك اللي عندك، دائما يتحسر ودائما يبرر، دائما يتذمر ويلقي اللوم على الآخرين. تعال اليوم ابدي حياتك أنت من جديد، الله معطيك قدرات، اسمعني جيدا أيها الشاب، لازم في قناعاتك الباطنية تعتقد أن الله أعطاك طاقات وقدرات هائلة، فأنت خليفة الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني اليوم شايفين هذول اللي يلعبون اليوغا، شايفين قدراتهم طاقاتهم شنو، الرياضة الروحية، شايفين هذول اللي يتعاملون مع الجن، تتصورون هذول اللي يفتحون كتاب يعني منو يحكي لي عن المستقبل، هذا يتعامل مع الجن. الإمام الصادق يقول الجن نص معلوماته صحيحة ونص الآخر كاذبة، احنا نروح يمن هذول الناس نتصور هذول عندهم علم المستقبل، او واحد او وحدة خصوصا الوحدات يقولون اخذ لي استخارة اشوف هاي واحد متقدم لي يصير او ما يصير، هذا علم الغيب، علمه عند الله. ولكن مستوى التفكير انا استغرب، طالبة جامعية ذاك اليوم في احدى الجامعات دخلت الكلية، اجتني واحدة قالت لي الشيخ سؤال، قلت لها تفضلي، قالت هذا العامل الكناس، مع احترامي للكناس ترى مع احترامي له، هذا الكناس العامل عندنا هنا مقدم الخطبتي، ايش رايك اوافق ولا ما اوافق؟ انا اسال سؤال، انت اذا اجاك اتصال من رقم غريب او اجى الصداقة على الفيس، انا عندي فيس اجتني صداقة واحد حبني، واحد قال انا حبيتك، لا يعرفك ولا يدري انت منو ولا يدري شنو اسمك، لا شايفك ولا يعرف أي ولا 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 أي شيء، شلون حبيت من وين؟ مجرد أنه أنا حبيت من وين حبيت؟ على أي أساس؟ هذه وحدة قلت لي شيخنا أنا أرد أعمل عمل خير، قلت لها يا ساتر شنو خير؟ قالت أنا واحد ليبي من مذهب آخر حبني وقال أنا حاضر أغير مذهبي وأجل العراق أتزوجيك، وشيخنا هذا خطية وأنا داهدي، قلت له رحمة الله على أمك وأبوش لا تهدي، عوفي عوفي هذا عوفي، ما عليش بي أنت أو بنية تقول لي يابا هذا شاب أريد أهدي، لا تهدي عمي لا تهدي، ما يريد تهدي عوفي. أو واحد شاب يقول خطية ذا لشيخنا البنات أنا أعطيهم كلهم أحاديث روايات أقربهم إلى الله، قلت له رحمة على أمك وأبوك خليك بمكانك، ما يريد تهديهم، خليك اهدي جماعتك أنت اهدي نفسك. زين هذا يجي للعراق وأنا أترك أهلي، أترك يترك أهله ومذهبه ودينه يجي عندك وأنت لا شايفك ولا يعرفك ولا أي شيء، بس أرد أعرف هذه البنت بعيد عن الحاضرات، البنت إيش قد غبية إيش قد تتقشمر، والمشكلة أنها طيبتها واصلة إلى مرحلة إذا حبت الولد تعطيه كل شيء، يعني هذا دمار، تدمر حياتها، بعدين تجي عندي تقول راح اروح عند العباس ندعي عليه، وليش راح العباس؟ عباس ما تقول ان شاء الله انا بخدمتكم. احنا نحتاج الى فعلا اذا اردنا لنا لانفسنا مستقبلا زاهرا بعيد عن كل الضغوط الاجتماعيه، ما اقبل، اسمعوا انتوا الشباب بالمرحله الاولى وحتى البنات، ما اقبل اي ضغوط من الاسره، الاب الام
الأخ، المجتمع. لا أقبل ضغوط المجتمع. أنا أعتقد أن الإنسان له قدرات، سيما الشباب، قدرات خلاقة، له قدرة على الإبداع، له قدرة على الاكتشاف، يحتاج أن يعمل أبديت جديد لنفسه. عوف هذا الماضي. أنتوا شباب، مو مكانك يومية تروح للقهوة، مو يومية كامش النرجيلة والشي يشبيها، مو يومية رايح أوقاتك. شاب جامعي يقول لي أنا طالع برا أقتل وقتي. تقتل نفسك، تدمر حياتك. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنت إنسان، الله خالق فيك قدرات طاقات. ليش تهمل نفسك؟ ليش تخلي الأزمات تكسر ظهرك؟ قم من جديد، ابدأ حياتك من جديد. هذا واقعنا. شوفوا الشاب عمل مجموعة من الرياضات. هسه تقول لي هالرياضة شنو؟ مجموعة من الرياضات روحية. صار عنده قوة بالروح. مو احنا الروح مالتنا نهملها. صلاة الصبح قضاء، وكل شيء يتعلق بالله آخر شيء. ولكن ستايلك لازم يكون توب. ستايلك ولبسك وأناقتك وكشختك وماركاتك كلها صح. أنا وياك، البس ماركة وإكشخ وكون أنيق، كل شيء أخذ آخر ستايل، ما عندي أي مشكلة. بس كلمة واحدة، مثل ما تهتم بجسمك اهتم بروحك أيضا. روحك قويها. هذا واصل إلى مرحلة يكمش الأبرة. أسألك، مش أبرة ما الخياطة بيدك أنت؟ أضربها على الجامعة شي يصير توقع. هذا عنده قوة روحية. أرد أقول لك عنده قوة قوية، عنده قدرات، بس أنت مستهين بقدراتك. إذا أنت ما تعرف قيمة نفسك، إذا أنت ما تعرف قيمة، ليش إحنا شغلة نسويها ونبطل؟ أديسون يقول أنا 1800 مرة حاولت إلى أن اكتشفت المصباح الكهربائي. 1800 محاولة. بالله عليكم شبابنا، إحنا مرة كلش مرتين، إذا صارت معجزة 3 مرات. 1800 مرة. تتصورون يعني اليوم هذول علماءنا ومكتشفين ومخترعين بيوم واحد وصل؟ طول بالك، خلي عندك قوة، متابعة، عزيمة، صبر. بس احنا منشغلين هذا بالشات وبالفيس وسوالف وحبيات والسوالف، هذا مقضي حياتنا كلها. هاي مشكلتنا. اجي عند اعلامي عند اديسون، قال له انت 1800 محاولة فاشلة عندك؟ قال لا سميها فاشلة، هذا العقل الصحيح. هي عملية شنو؟ 1800 محاولة فاشلة. قال لا تسميها فاشلة، قول 1800 محاولة لم توصلني إلى المصباح الكهربائي، و 1801 أوصلتني. شلون تفكر فكر هكذا أنت؟ هذا الشاب أرجع له، كان يعمل مجموعة من الرياضات الروحية، وصل إلى قوة يكمش الأبرة هذه من الخياطة، يضربها على الزجاج سنتيمترين تدخل في الزجاج. شنو هذا؟ أنت سامع بالهنود؟ سامع بالمرتاضين؟ ما له علاقة الإيمان بالله، هذا ما له علاقة الإيمان بالله. ولا احنا عدنا أيضا من علمائنا واصل إلى هذه المرحلة، بس أنت وآني نقدر نوصل، بس مو بهذه السهولة. بس ممكن كل إنسان. كلمة ما أقدر شيلها من قاموس حياتك. لا تقول ما أقدر، لا تقول ما أستطيع، لا تقول حاولت وفشلت، ما يخالف، حاول. خصوصا جماعة أهل الحب، أنت تدري هذه البنية مو إلك، ليش مستمر وياها بالعلاقة؟ سؤال، ليش مستمر وياها؟ تريدها روح أخطبها، ما تريدها خلت روح البنية. ليش أنت تعلمين أن هذا أهلك ما يوافقون عليه، أهله ما يقبلوك؟ ليش هذا التواصل؟ هذا يسبب ان اشكال. ماذا تكلم ترى بالحلال والحرام؟ هذا ما تكلم، هذا موضوع الحلال والحرام مكانه، ولا العلاقات العاطفيه هي محرمه. بس اريد اقول انسانيا، انا كبشر دا اتكلم بدون انتماء، بدون مذهب، بدون طائفه، بدون دين. احنا كبشر، هذا الانسان، اذا انت اليوم هذه مشاعري، يعني لما انت شاب تدخل في حياتها راح تشخبط بحياتها، شخبط بحياتها. تعرف ليش؟ لأنه هذه راح تعطيها كلمات ما سمعتها هي. إذا دخلت في هذا العالم راح يصير عندها إشكالية. لذلك نحتاج إلى قراءة حقيقية. اليوم تحتاجون إلى خلوة. الخلوة وين؟ الخلوة في
في داخل البيت أو خارج البيت. أنتم عندكم نهر هنا، اترك أصدقائك. أنا بالغرفة أبتعد عن أهلي في ساعة متأخرة من الليل أو أول الصباح، أقعد ساعة خلوة أكون صادقا مع نفسي. شوف العالم كله تقدر تخدعه، تخدعني وتخدع أمك وأبوك وكل الناس، بس الله ما تقدر تخدعه. واحد، وبعد ضميرك وجدانك. كن صادقا مع نفسك، ابدأ حياة جديدة. الغلط قصة، لا تقول ها هسه شوية أفكر، لا ماكو تفكر، قصة. شلون قصة؟ أنا أقول لك، سيم كارت كسره، واتساب امسحه، صحيح؟ الفيس إما تعمل بلوك يقول راح يجيني حساب ثاني، أغير الفيس كله، سوي حساب جديد وأبني حياة جديدة. إذا كنت صادقا مع نفسي يعني أبني لنفسي حياة جديدة، ولكن إذا لم أكن صادقا كن على يقين. هذا الكلام اللي أقوله ترى ما سمع كل مكان، وراح يوم من الأيام تقول أخ شيخ عبد الرضا والله قللنا، بس يا ريت، بس شوف يا ريت، يا ريت زرعوها ما طلع شيء. تعال الآن كن صادقا، ابدأ حياتك من جديد. لا تقول مجتمعي، لا تقول أهلي، أنت بإمكانك، لك قوة خارقة. أعتقد أن الإنسان له قوة خارقة، بس لازم يكون عندك اعتقاد أن لك هذه القوة. هذه البنت، هذه البنت تنفعك، تقدر تتزوجها روح أخطبها، ما تقدر عوفها، تبكي تلطم أي شيء خلي تسوي. الولد قال لك أنا انتحر، والله ما ينتحر، كلهم كذابين. فمرة واحدة قالت لي، قالت لي شيخنا إذا أنا انتحرت هاي بذمتك. قلت يا عم أنا شو عليه، أنا شو مسوي لك؟ قالت مو أنت ما تلقذنا. قلت لها أدري، أنا 100 مرة أصيح، أدق، ألطم، أصيح يا ناس يا عالم انتبهوا، يوم اللي تسوون علاقات وتتونسون بالشعبية صارت مشكلة، يا بشيخنا تعال انقذنا ولا أنا ما أبريك الذم. أنا شو يا بشيخنا القصة؟ تقول لها تعرفت على واحد، هذا الواحد راد يجي يخطبني، هسه حتى تعرفتي عليه، من هو هذا؟ شيخنا فتح حباب. يا با وين حباب؟ بس ارد افتهم وين حباب. مثل هذا الشاب دي يكتب الوحده بالشات، كاتب لها فهي سوت لها ها ها ها. قال الله ايش قد تخبل ضحكتك ستشيش. زين احنا هذه مشكلتنا، هذه مشكلتنا. فقلت لها خير؟ قالت انا حبيت واحد سوت علاقه وياه وبعدين اراد يخطبني. زين انا قلت لابويا، ابويا ترى هذا الولد اخاف يصير مشكله، ابويا ترى انا هذا عرف الولد. يقول ابويا تصور انه انا طالع وياه مثلا عندي علاقه اكثر من الكلام، يقول ضربني ضرب الى ان شوه جسدي. زين انا قلت ليش سوي علاقه؟ انا شو رايحه ماكله ما ادري زجاج ما ادري شنو، كاسر الجلاس ماكلته ومدي المستشفى. مرة ثانية جت علي قال شيخنا انقذك، شو سوان؟ انا شو اسوي عمي؟ هاي ورطة، انت ورطتي نفسك، قص العلاقة بينك وبين عوفي الولد، خلي يروح، خلي يروح. احنا اخطائنا نرتكبها، مثل بنية تقول هم انا اخلي هالمكياج وهاللبس وكذا، هو الشباب، هم الشباب ليش يباعوني؟ لا انت المخالف، هم الشباب صوتهم. الشاب اذا ما يباوع صدق كل هذا ينتهي، بس اسبوع طولوا بالكم لا تباوعون عليهم ينتهي كل شيء. مثل ذيك الوحده اللي تقول انه انا لابسه هاي الملابس، تلبس ذاك الملابس وذاك المكياج وذاك الشكل تطلع نفسها، وبعدين تقول هم الشباب شلون ما يستحون، شلون يباوعوني؟ لا عاد تريدين صلوا ورا صلاه جماعه يعني؟ طبيعي هذا، طبيعي هذا الإنسان اللي يقوم به هذه الأمور، طبيعي تكون هذه النتيجة. إن شاء الله يكون اليوم هالابتسامة الحلوة في حياتكم دائما تكون مركز سعادة ومصدر حب وخير وبركة، ويا رب تكون حياتكم سعيدة كلها، ويكون وطننا دائما بخير وبمحبة وسعادة إن شاء الله. كيف أرتقي بنفسي؟ اليوم احنا كلامنا كله عن الارتقاء بالنفس. ما هي اليوم مثلا احنا شباب، أسأل سؤال، أنتوا بنات وشباب خارج تخصصكم صيدلة وغير صيدلة، بقية الكليات الشباب يقولون أيضا موجودين، سؤال اليوم كم ساعة طالع في التنمية البشرية؟ روح على جوجل اكتب البرمجة اللغوية العصبية أو اكتب NLP، اكتب التنمية البشرية، هنالك وسائل في جوجل مكتوبة مواضيع موجودة، هذا السيرش للبحث، ابحث طلع مواضيع
طور نفسك، طور أدائك، طور مهاراتك، طور قدراتك، أكو طرق موجودة مكتوبة. الشيء الآخر شباب، ليش ما تطالعون؟ ليش ما تقرون؟ اقرأ كتب، مواضيع عامة، معلومات خارج إطار تخصصي في الجامعة لازم باليوم أقرأ ولو صفحة واحدة، صفحة واحدة أقرأ باليوم، أطور معلوماتي، أطور ثقافتي. ليش أنجمد على هذا الشيء اللي في الدائرة الضيقة؟ خل أطور علمي، هذه تنمية ذاتية للإنسان نفسه. أشكركم جميعا أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جموس العلوم لنا ساطعة، وآفاق فكر لنا نافعة، ومن طرها الدين يصوب الهدى، يفيد دروسا من الجامعة، يفيد دروسا من الجامعة، من الجامعة.